كيف نجمع بين حث النبي والخليفة عمر على المشي السريع وبين قوله واقصد في مشيك؟ ما ورد أن النبي حث على المشي السريع، ما ورد أن النبي حث على المشي السريع. أما مشيه صلى الله عليه وسلم فطبيعة يعني جبلته أنه كان يمشي مسرعا، جبلته هو مشيته الوسط بالنسبة للناس، هي مشيته الوسط سريعة بالنسبة للناس.